بعد مرور 66 دقيقة من اللقاء. النتيجة ما زالت على حالها، هدف دون مقابل لشباب الوزاد، سجل في الدقيقة 20 من الشوط الأول، وحمل التوقيع فيصل الباجي القائد انطلاقة لفرحاتي ثم باسور لمحاولة توزيع الكرة عرضية بوزقجي في المرة الأولى والثانية أمام عليش القائد، يقدم كرة هائلة لفرحاتي من هناك بدون مراقبة يساف ويعدل النتيجة. تعديل النتيجة من حمزة يساف بعد كرة خطيرة في العمق في الدقيقة 64. يساف حمزة المهاجم الخطير يسجل الهدف التاسع له في بطولة القسم الوطني الأول في الدقيقة 64. عمل جيد، تبادل كروي كما نشاهد، علي تغطية جيدة للكرة أمام بوزقجي، قدم كرة لفرحاتي بدوره لحمزة يسار بدون مراقبة بقوة كبيرة في شباك الحارس سليمان ولد مطا وتعديل النتيجة. علي فرصة كبير، تغطية جيدة للكرة، فرحاتي شاف أن حمزة يسار لم يكن في وضعية التسلل ولم يكن مراقبا أيضا، وبقوة كبيرة في شباك الحارس تعديل النتيجة من جانب نصر حسين داي وانطلاقة لدوب مونير في محاولة توزيع الكرة خارج الكرة. عدلت النتيجة وأصبحت هدف في كل شبكة بين الفريقين، بين نصر حسين داي وشباب الوزداد، بين شباب الوزداد باعتباره الفريق الذي يستضيفه اليوم نصر حسين داي